صراحة سعيدة سعيدة جدا بتواجدي في هذا الحفل المتميز، حفل تسليم السلط على مستوى تراب عمالة مقاطعة الفداء مر سلطان. سعيدة سعيدة جدا باللقاء مرة أخرى بالسيد العامل المحترم السيد شكيب بالقايد الذي قدم مجموعة من الخدمات المتميزة على مستوى تراب العمالة لكل فعاليات المجتمع المدني على المستوى الثقافي على المستوى الرياضي وكذلك على مستوى كذلك الفني. فصراحة تحية تحية نضالية لهذا الرجل الذي أعطى الشيء الكثير لتراب عمالة مقاطعة الفداء مر سلطان ولفعاليات المجتمع المدني. ونرحب كذلك بسعادة السيد العامل الجديد هنا بتراب عمالة مقاطعة الفداء مر سلطان. تحية تحية كذلك لكل المنابر الإعلامية التي حضرت من أجل توثيق هذا الحدث الكبير. وأقول من هذا المنبر بأننا دائما سنكون متواجدين بجانب السيد العامل الجديد على مستوى تراب عمالة مقاطعة الفداء مر سلطان لخدمة ساكنة عمالة مقاطعة الفداء مر سلطان ولكل ما ينص عليه القوانين وأنظمة الجمعيات الرياضية وكذلك الثقافية والجمعوية. بهذه المناسبة تعيين السيد العامل صاحب الجلالة على عمالة الفداء مر سلطان، تنوجه واحد الشكر وتقدير واحترام للسيد العامل شاكيب بالقيد على المجهودات الجبارة اللي قام بها في إطار تسيير عمالة الفداء مر سلطان اللي هي القبض النبضي ديال المجتمع ديال الدار البيضاء. والفداء هي القلب، وكان في واحد السير في محله، وحنا كمجتمع مدني وكممثلين ديال غرف التجاره والصناعه والخدمه لجهه الدار البيضاء الصاد راه كنا تنجيو تنقضيو جميع الامور ديال التجار ديال قطاع التجاره والاقتصاد الوطني في واحد الاريحيه وواحد المستوى عالي. وتنتمناو التوفيق للسيد العامل الجديد، وحنا راه الاشاره كمجتمع وكغرفه التجاره والصناعه وكجمعيه حنا راه الاشاره باش نحلوا جميع المشاكل اللي تتم القطاع التجاري والرفع من مستوى الاقتصاد الوطني. اليوم جينا في هذا الحفل ديال التنصيب ديال السيد العامل الجديد، وبهذه المناسبة تنشكر السيد العامل السيد شكيب بالقيد على المجهودات اللي دار في هذه العمالة ديال عمالة الفداء مقاطعة الفداء مر السلطان على المجهودات اللي دار. وحنا مستعدين كمجتمع مدني نخدموا مع السيد العامل الجديد والسلطات المحلية والمؤسسات كاملين، وشكرا.